السلام عليكم اخوتي واخواتاتي. في هذا الفيديو المستعجل بخصوص ملف ديال سبتة ومليليا المحتلتين، فلأول مرة في تاريخ هذا الملف ديال سبتة ومليليا المحتلتين شخصية إسبانية وازنة، شخصية إسبانية عندها القيمة ديالها في وسط إسبانيا وفي وسط المنتظم الدولي، رئيس منطقة كاتالونيا وإقليم كاتالونيا السابق أو المقال اللي تتواجد حاليا بالمنفى ديالو كارلوس بوغديمون، خرج عبر تويتر في واحد التغريدة وقال ان سبتة ومليليا هما مدينتين افريقيتين، وان اسبانيا بالنسبه لها هذوك المدينتين هما ملك استعماري ماشي ملك تاريخي. يعني هنا كاين واحد الفرق في يعني الحموله ديال الكلام ديال السيد رئيس منطقه كاتالونيا السابق، وطالب الاتحاد الاوروبي بعدم الانجرار وراء التصريحات او الخطاب التهييجي اللي كينهجوا اليمين المتطرف باسبانيا بخصوص هذا الموضوع ديال سبتة ومليليا، واللي اعتبرهم ارث استعماري، وان عبر الاستعمار اوروبا استطاعت انها الاستعمار هو اللي اعطى لاوروبا ذاك الامكانيه ديال انها تملك خارج اوروبا، او اللي اعطى ديك الامكانيه للاوروبيين انهم يملكوا خارج اوروبا، وان هذه المدينتين هما مدينتين افريقيتين، وبالتالي نقدروا نعتبروا ان هذا التصريح اللي حاليا عمل واحد ضجه اعلاميه في اسبانيا وفي منابر مواقع التواصل الاجتماعي للحموله ديالو، لان اول مره في تاريخ هذا الملف هذا يعني شخصيه ومسؤول من هذا العيار، واخا مقال واخا يعني كيتواجد حاليا في المنفى، فتبقى عنده واحد الوزن وواحد القيمه في وسط المنتظم الدولي كشخصيه وازنه، وعنده اتباع وعنده ناس كيتصنتوا ليه. وهذا الكلام اللي قال ماشي سهل، كلام عنده قيمه وكلام عنده واحد الدلاله تاريخيه، وان بالفعل هذوك المدينتين محتلتين، وضروري ما هذاك الملف غادي تفتح طوال الزمان ولا قصار، لان بخصوص يعني في ظل هذا توتر العلاقات يعني القويه اللي كاين حاليا واللي كنشاهدوه، يعني كيف ما شاهدنا اليومين هذه حملات ديال الهجره بشكل كبير في سبتة ومليليا، تخوف يعني ولا عند اسبانيا، لان شافت لاول مره كتشوف بالام العين ديالها ان المغاربه يعني ما كتمنعهمش الحدود، وانهم قادرين يديروا اي حاجه لو ان المغرب خفات ولو لمده قليله يعني ديك الحراسه ديالها على الحدود على المدينتين المحتلتين. وطالبت اليوم عبر وزيرة الخارجية ديالها أو لرسلات رسائل قوية عبر الخارجية ديالها، وزيرة الخارجية ديالها اللي قالت بأن المغرب تعمد أنه يخفف الحراسة ديالو على الحدود ردا على تعامل ديال إسبانيا في الملف ديال إبراهيم غالي، وتشرنا ليه فيديوهات سابقة بأن هذاك الموضوع ديال إبراهيم غالي غادي يوصل إسبانيا لمشاكل كبرى مع المغرب، وهذا الشيء اللي وقع بالفعل. فاحنا بدينا كنشاهدوا هاد اليومين هادي شاهدنا يعني حركة بسيطة من المملكة المغربية يعني استطاعت أن تزعزع الاستقرار في إسبانيا، وتزعزع يعني الاستقرار في سبتة ومليليا، وحركات هذاك الملف، وعلى إثره خرج هاد الشخصية يمكن نقولوا أول مرة في تاريخ إسبانيا وفي تاريخ الشخصيات اللي كانت مسؤولة وعندها واحد القيمة واحد الوزن سياسي في وسط المنتظم الدولي وفي وسط إسبانيا، أنه كيخرج كيقول في التغريدة هذه وكيعبر على ان يعني على الجانب الاستعماري في المدينتين اللي تتبعوا حاليا الحكم الاسباني سبتة ومليليا. وهذا التصريح هذا اكيد ما غاديش يكون هو الاخر، اكيد غادي تخرج بزاف ديال الحوايج، وكيف ما لاحظتوا فحد قلنا في مجموعه ديال الفيديوهات بان القضيه ديال ابراهيم غالي واللي دخل بحد الطريقه يعني طريقه بطريقه جواز سفر مزور، فان هذاك الاشكال كنا كنتوقعوا فعلا انه غادي يوصل العلاقات الاسبانيه المغربيه لواحد الخط اللي حرج، لان اسبانيا كانت تعتقد بان المغرب ما غاديش يدير شي رده فعل، ولكن المغرب ثبت مره اخرى انه عنده واحد القوه وعنده واحد الوزن. وفكرنا في يعني في لما كانت العلاقه ديالهم متشنجه مع فرنسا. اذا اسبانيا الان اليوم قررت في الصباح ان قاضي المحكمه ديال المحكمه الوطنيه بمدريد قرر انه اليوم
يدير اعاده فتح الملف ديال ابراهيم غالي، وهذا واحد رد فعل من بعد احداث اللي شهدنا اللي شهدتها سبت يوم الليله في هذ اليومين. يعني حتى الرئيس ديال الوزراء الاسباني انه ما تستقبلش بحال الطريقه فيها حفاوه من قبل الساكنه ديال سبت يوم الليله كيف ما شفتوا اولا كيف ما لاحظتوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وايضا حتى في الفيديو اللي درجنا منذ ساعات. فتعرض يعني تستقبل في واحد الجو من الصفير والصراخ يعني والاستهجان، لانهم طالبوا باش ان الحدود تفتح مع المغرب. علاش؟ لان هذوك الساكنه اللي كاينين تما حسوا يعني قراوا واحد الرساله خفيه كاينه من وراء ديك الدخله وديك الموجات ديال المهاجرين، وحسوا من خلالها ان ما كاينش واحد الامن. الامن كاين الا كانت المغرب واسبانيا في واحد العلاقات متكامله بعكس اللي تقوم به الدولة الإسبانية والحكومة الإسبانية من يعني تعامل في ملف ديال إبراهيم غالي بحال طريقة لا مسؤولة واللي أثرت في العلاقات المغربية. متابعينا، إلى حين أن يظهر شي مستجد جديد نتلاقاو في موعد آخر إن شاء الله بحول الله، ونتمنى أنكم تفاعلوا مع هذا الفيديو هذا. السلام عليكم ورحمة الله.